السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس. وكي كتشوفوا اليوم جبت لكم واحد الأكلة شوية، كاين اللي كتعجبو كاين اللي ما كتعجبوش. هذه البيبوش أو الحلزون لي زيسكارغو، كاين اللي تيقول لها غلالة. هانتوما كتشوفو راني كنغسلو مزيان، كنجيبو ونغسلو مزيان. المهم الغسيل عادي، راكم كتعرفوا الغسيل ديالو، حتى كيرجع نقي ما تيبقاش فيه لا وسخ لا والو، كيرجعها نتوما الماء ديالو. شوفوا كي كيرجع، حتى كيرجع الماء نقي مزيان، الماء صافي ما كتبقى فيه لا كحوله لا حتى حاجه، حيت هو تيكون تيطلق شي كحوله. وكتخصكم تقلبوا البيبوش، كتشوفوا اللي تيكون خارج يعني ما يكونش ميت، حتى الا شكيتوا في شي وحدات بحال هادو. دابا هادي ها هي كي كتشوفوها انتما داخله ما خارجاش، كنقيسها بواحد العود يعني، وراه كتدخل يعني راه حيه ماشي ميته، حيت كاين بعض المرات تيكون فيه ديك الميت، كاينين شي وحده تيكونوا ميتين. هذه التوابل اللي كنحتاجوها هي كيف كتشوفوا. المهم اللي ما كيعرفش التوابل غياخدها من عند العطار، كتقول له عطيني العطريه ديال البيبوش تيعطيها لك. هادو العدومه ديال التمر، هذيك الحار انتما هادو كاين العدومه ديال التمر. هذيك كرويه كاينه الكرويه الصحراويه وكاينه كرويه عاديه. هذه حبه حلاوه، المهم كتاخذوا شويه شويه من كل حاجه. هذا النافع، هذه اللي قلت لكم الكرويه راه دايره هي بحال النافع، بحال النافع وهي تكون شويه غليظه. هادو القشور ديال الرمان، قشور ديال الرمان حتى هما مفيدين مزيانين. هذه كلها بحال اعشاب منسمه ومزيانه للذات. هذا شويه ديال الزعتر، هانتوما كي كتشوفوا هذاك ورقات ديال الزعتر. هذا ازير او اكليل الجبل، اكليل الجبل باللغه العربيه ازير هذا. و الى عندكم حتى خضر يمكن لكم تستعملوه. المهم نتوما ملي كتمشيو عند العطار ملي كتقول له عطيني التوابل ديال البيبوش تيعطيها لك مجموعه. هذا العرق السوس، عرق السوس حتى هو راه مفيد وزوين. هذيك الورقه ديال سيدنا موسى حتى هي. هذا شويه ديال فليو الزعتر دائما تيكونوا بجوج. هذاك القرنفل راه شنو كنقولوا له، حتى هذا عود القرنفل او عود النوار تنقولوا له حتى بالدارجه عود النوار. لي كلو دو جيغوفل، مسمار القرنفل او كاين اللي تيقول له المسمار من كل واحد. المهم كنهز انا ديك التوابل كلها كنديرها في شبيكه تنغسلها في شبكه رقيقه صفايه رقيقه باش ما يتهبطش كلشي، باش الا كان شي حجر ولا شي حاجه. وكناخذ شي توب يكون رقيق، انا كناخذ هاد فاسما بونسمون، دوك بونسمون ستيريليزي كناخذهم. ها هما دو دي كومبريس ستيريليت يعني معقمين، هادوك معقمين هانتوما كيف كتلاحظوا. هادو فيهم تنجمع ديك شويه ديال العطريه ديال التوابل كنجمعهم فيها وكندير نعقدهم مزيان وكنديرهم في مع ديك البيبوش ملي كنجي نطيب وكنديرو في الماء. هانتوما كيف كتشوفوا راه في الطنجره دابا درتو ودرت ليه دايره له الماء، راها فوق النار. هي النار خصها تكون شويه مهيله، ما تكونش بوطه مجهده بزاف، تكون النار مهيله، نار غير قليله. راني زدتو الملح، راكم عارفين ضروري من الملح، دائما الملح في الطياب ضروري منها. هانتوما كيف تتشوفوا راه في الطنجره وراه تيبدا يخرج تيبدا سارح. المهم انا نقول لكم اللي كيعجبو البيبوش نقولوا البيبوش راه يشوف الفيديو، اللي ما تيعجبوش او هو ضد الفكره ديال طياب البيبوش ما يشوفش هذا الفيديو. انا كنقولها لكم ما يشوفش الفيديو.
دابا راه كاينين بزاف الاراء بخصوص هذا البيبوش، كاين اللي تيقول لك لا ما مزيانش يتكال، وكاين اللي تيقول لك مزيان هو فيه بزاف ديال الفوائد. المهم انتم احنا كناكلوه الصراحه، انا كيعجبني. وراه تيكون كيتباع في الزنقه، راهم كاينين الناس كيطيبوه وتيبيعوه في الزنقه في طنجره كبيره، كيتباع هو وديك البلول ديالو المرقه. المهم انتم كتشوفوا انا ملي كيبدا يدير ديك الكشكوشه فاش تنديروه في الماء بدا يدير الكشكوشه، راني تنصفي له ديك الكشكوشه كنحيدها. دابا راه يلاه عاد غتبدا تطلع فيه الغلي. انتم كتشوفوا الببوش راه باقي حي، ها هو باقي طالع. تنحيد له الكشكوشه وتنخلي النار تكون غير ضعيفه، ماشي النار مجهده. ها انتم ها هو بعد ما غلى مزيان، ها انتم كتشوفوا الغليه راه كيدير الكشكوشه بزاف. كنحيد له ديك الكشكوشه ملي من الفوق. المهم كنبقاو معاه حتى كيحيد ديك الكشكوشه كامله. هو ملي كيبقى يغلي ويغلي يغلي بزاف، راه ديك الكشكوشه كتحيد. وديك الساعه بغيتو تسدوها انتم، ها هي دي تحيدت. دابا هاني درت له ديك التوابل، وديك الساعه يمكن لكم تسدو عليه في الكوكوط او تخليوه يطيب غير على المهل. هو راه تيفيض. هاني زدتو حتى القشور ديال البرتقال ديال الليمون او التشين، كل واحد كيف تيقول له البرتقال. وهذا عرق السوس ما درتوش مع ديك التوابل، عاد غنديرو دابا. راني هرستو على جوج وغنديرو بوحدو باش تيطلق حتى هو ديك المذاق ديالو، كيجي زوين. ايوا راه تيبقى يطيب، ملي كيطيب هانتوما كتشوفو كترجع المرقه ديالو كحله، تيطيب حتى هو باش تنعرفوه طاب. تتخرج له ديك دغيا تيخرج ملي كنشدوه باش نخرجوه من القوقعه ديالو، دغيا تيخرج. يعني ملي يعني الببوش ديالنا دابا راه واجد، هانتوما ها هو كتشوفوه صافي.